وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ثم قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. آتوا أي أعطوا، والفرق بين أتوا وآتوا أن آتوا بمعنى أعطوا، وأتوا بمعنى جاءوا. إذن آتوا بمعنى أعطوا، وأتوا بمعنى جيءوا. طيب، آتوا النساء صدقاتهن، الخطاب في قوله آتوا هل هو للأزواج أو للأولياء؟ في المسألة في الآية قولان، القول الأول أنه للأولياء، فيكون المعنى أن الله أمر الأولياء أن يعطوا النساء صدقاتهن بدون أن يأخذوا منهن شيئا، لأن العرب في الجاهلية إذا زوج الرجل ابنته أخذ المهر ولم يعطها إلا ما تلبسه ليلة الزفاف، والباقي يأخذه يسلبه إياها. فأمرهم الله أن يؤتوا النساء صدقاتهن نحلة. والقول الثاني أن الخطاب للأزواج، أمرهم الله عز وجل أن يؤتوا النساء صدقاتهن عن طيب نفس بدون مماطلة وبدون تكره. وإذا كانت الآية تحتمل المعنيين بدون تناقض فما الواجب؟ حملها على الوجهين. فنقول الخطاب للأزواج وللأولياء. وآتوا النساء صدقاتهن، النساء يعني المتزوجات، بدليل قول صدقاتهن، وصدقات جمع صدقة وهي المهر، وسمي بهذا الاسم لأن بذله دليل على صدق الطالب المرأة. وقوله نحلة أي عطية طيبة بها نفوسكم، يقال نحله أي أهداه هدية طيبة بها نفسه. وعلى هذا فزعم بعضهم أنها مفعول مطلق لقوله آتوا النساء، آتوا النساء، فهي مثل قول القائل وقفت قياما أو جلست قعودا، لأن آتى بمعنى نحل وآتوا بمعنى انحلوا، والنحلة هي الهدية العطية عن طيب نفس. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، إن طبن يعني النساء، وقوله نفسا مصدر محول عن الفاعل، والمصدر المحول تارة يحول عن الفاعل كما في هذه الآية، وتارة يحول عن المفعول به كما في قوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، يعني عيون الأرض. فإن طبنا لكم عن شيء منه، من قيل إنها تبعيضية، وقيل إنها بيانية، فعلى الأول يكون المعنى إن طبنا لكم عن بعضه، وعلى الثاني يكون معنى إن طبنا لكم عن كله أو بعضه، لأن من بيان لمحل الحكم بقطع النظر عن كونه كله أو عن كونه كله أو بعضه. إن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، عبر بالأكل لأنه أخص وجوه الانتفاع، إذ أن الأكل يغذي البدن وينمو به البدن،
بخلاف اللباس وبخلاف المساكن وبخلاف المراكب، فإن منفعتها خارجية، فاللباس كسوة خارجية، ولكن الأكل كسوة داخلية، صح؟ الأكل كسوة داخلية، ها؟ منفعة، نعم صحيح منفعة، لكن هي كسوة أيضا. قال الله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. التناسب بين الظمأ والضحى اللي هو حرارة الشمس واضح، وبين الجوع والعري واضح، لأن الجوع، لأن الشبع كسوة الباطن، المعدة فاضية ما فيها شيء، عارية، فإذا دخلت الطعام فيها غطاها وكساها، فهو كسوة باطنية. على كل حال، إذا طاب، نعم، كلوه هنيئا. أقول عبر بالأكل لأنه أخص وجوه الانتفاع، لأن منفعته للبدن مباشرة، ينمو بها البدن، بخلاف اللباس وبخلاف المسكن وبخلاف المركوب، فإنها منفعة خارجية. وقوله هنيئا أي حين الأكل، مريئا أي بعد الأكل، فالمريء محمود العاقبة، والهنيء سهل المساق. نعم، وأضرب لكم مثلا يبين: إذا أعطينا شخصا من غير أهل جدة سمكة وأراد يأكلها، نعم، يمكن إذا أكلها يفح 10 مرات قبل أن تصل إلى معدتي، لأن فيها شوكا وزعانف وما أشبه ذلك مما يغصصه بها، هل هذا الأكل هني ولا غير هني؟ غير هني. لكن الجداوي تسمع صريخ عظامها بين أسنانه ولا يبالي، وهذا شيء شاهدته أنا، شاهدته أنا بنفسي، يأخذ الزعانف الذيل هذا اللي مثل المشط، نعم، ويجعله بين أسنانه، يقرضه كما نقرض التمر اليبيس، هذا يكون هنيئا له ولا؟ هذا يكون هنيئا له لأنه يصيغه بسهولة، لكن لمن لم يعتده ليس هنيئا. طيب، مريئا قلنا محمود العاقبة، ربما يأكل الإنسان أكلا لينا لذيذا في الفم، لكن إذا وصل إلى بطنه جعل يتلوى منه، نعم، ماذا يكون؟ مريء ولا غير مريء؟ غير مريء، هذا غير مريء. هل من ذلك ما يفعله بعض الناس، يكون الطعام حارا يشوي يده ثم يشوي فمه ثم يبتلع بسرعة ثم يشوي بطنه؟ هذا ليس محمود العاقبة، لأنه يضره، لكن بعض الناس سبحان الله ما يهم هذا الشيء. والذي ينبغي أن يأكل الإنسان أكلا يكون محمود العاقبة، يكون مريئا. ولهذا قال بعض الناس كلمة أعجبتني، قال: كل ما يلذ لبطنك لا ما يلذ لفمك. صحيح، أحيانا الإنسان يأكل الطعام طعمه طيب وحلو، لكن إذا وصل إلى البطن أوجع البطن، إما لكون البطن مملوءا من قبل أو لسبب ما. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن الطعام يكون حراما إذا خاف الإنسان منه الأذى أو التخمة، يكون حراما، يحرم أن يأكله،
إذا خاف الأذى أو التخمة. الأذى بإيش؟ الأذى بالأكل، يحمل بطنه وقد ملأه يتعب حتى إذا جلس يمكن ما يجلس، لا يجلس إلا متربعا من شدة ملء البطن، هذا نقول يحرم عليك أن تأكل. أو التخمة، أتعرفون التخمة؟ ها؟ ما هي؟ لا، التغير، التغير نحن نسميها غيرة، نعم، أو غيرة كطيرة، يعني التغير. والتغير الحمد لله الآن لطيب المآكل قليل جدا، لكن فيما سبق لما كانت المآكل ليست بذاك الطيبة يجد الإنسان التخمة، يصير إذا تجشأ يظهر منه رائحة خبيثة، وربما يصاب بمرض، ها؟ أي يسمونها المر. على كل حال أنا يعني استطردنا كثيرا. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الإنسان إذا خاف من الأكل الأذى أو التخمة فإنه يحرم عليه، وما قاله له وجه. لكن مع الأسف أن الآن نأكل كثيرا ثم إذا ملأنا البطون ذهبنا نطلب المهضم، أليس كذلك؟ بل إني بعض الموائد أجد فيها يصفون فيها البيبسي وما أشبهه من أجل من يوم يأكل يشرب هذا. يقول لا تكلف نفسك، كل أكلا معتادا. وحدثني إنسان طبيب كان عندي في الأسبوع الماضي، طبيب أمريكي أسلم، يقول أنا أسلمت على حديث واحد وعلى آية واحدة. قلنا ما هي؟ قال الحديث: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يقول هذا أصول الطب، هذا أصول الطب، ولو أن الناس نفذوه ما كاد يمرض أحد. أما الآية فهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يقول هذه الأعضاء التي هي بارزة ظاهرة تتعرض للغبار، تتعرض للأوساخ، تتعرض لكل شيء، إذا غسلت في اليوم والليلة 5 مرات، نعم، بقت نظيفة. إذن الإسلام دين النظافة ودين الحمية، وهذه أصول الطب. فقلنا له بعد فيه شيء آخر غير هذا، إن الطهارة هذه تطهر الأذى المعنوي وهو الذنوب، لأنه يغفر للإنسان في آخر قطرة من قطراته. لكن هذه لا يعرفها الكفار، الكفار ليس لهم إلا الظاهر. فأقول إننا لو جربنا لو أسبوعا واحدا ألا نأكل كثيرا. ولكن قد يقول قائلكم: أنا إذا لم آكل كثيرا جعت قبل أن تأتي الوجبة الأخرى، صح؟ ماذا نقول؟ نقول كل. وحدثني بعض الناس، ما هو كل واحد يا ولد، حدثني بعض الناس أن الدول التي تسمي نفسها الدول الراقية يأكلون في اليوم والليلة 5 وجبات. ليش؟ لأنهم ما يكثرون، يأكلون ثم إذا جاعوا أكل، ثم إذا جاعوا أكل. ولو أنكم تجربون لمدة أسبوع والليلة الأربعاء وتخبرون إن شاء الله بالنتيجة ليلة الأربعاء القادم. نعم. هذا يقول إن الشيعة معروفون بأنهم أعدى لأهل السنة والجماعة، فكيف يكون فعلهم محمودا؟ نقول إن الإنسان قد يحمد على فعله ولا يحمد على دينه،
يعني لازم من حمدنا فعلهم هذا أن نحمدهم على دينهم، فلا نشك أنهم على دين باطل وأنهم بعيدون عن الصواب، وأن الواجب عليهم أن يرجعوا إلى طريق أهل السنة. والعجب أنهم يقولون هم أهل السنة، يعني يقولوا لأهل السنة أنتم أهل السنة ثم يخالفونه. طيب إذا كانوا أهل السنة هل أنتم تريدون أن تثوب السنة؟ وهذا الإنسان يحمد على كرمه وهو كافر، يحمد على كرمه وهو كافر وعلى إحسانه وهو كافر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في أسرى بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. لماذا؟ لأنه كان دخل بجواره، الرسول دخل بجوار المطعم. فالواجب العدل، يعني نحن نقول بالعدل أن الفعل المحمود من أي شخص نتابه يحمد. نعم لو خفنا من هذا مفسدة، لو خفنا من هذا مفسدة بأن يعجب هذا الشخص بنفسه أو يكون في ذلك دعاية لما هو عليه من الباطل، فحينئذ نسكت، لا نأخذ بالخير دون أن نحمد من سنه إذا لم يكن أهلا للحمد. نعم. نعم. ها؟ من قوله أو ما ملكت أيمانكم، لأن الله قال إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هذا واضح في النكاح. أو إن خفتم ألا تعدلوا فأنتم يعني جامعوا ما ملكت أيمانكم، لا غير معطوف على ما طاب، يعني ليس معطوفا على واحدة، ليس معطوفا على واحدة، لأن من نكح ملك اليمين وجب عليه العدل.